السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كاني أما درسي صلاح المجتمع هو وفدي كاني لباتنات وأنا فدي وجود بي كتاب كي صلاح المجتمع فدي لباتنات هو إن وجود بيسا بقول كي حديث إن شاء الله. وحنك قاضي إن حديث كسجاشني الليح الحديث السادس والتسعون الحديث السادس والتسعون حديث كسجاش الليح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله وحجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحجري كل مسكر وحكست مانك دوري خمر خمروي وكل مسكر وحكست وحوالنا حرام حراموي ومن شرب قفك عبا الخمر خمرك عبا في الدنيا الدنيا فما تدنت او سو كتبت كينين وهو يسوغو يد منها دائما يو عبتان كيدي دائما كل انت لم يشربها كما عبي في الآخرة آخره رواه البخاري ومسلم. حديث كان عليه الصلاة والسلام حكاها ليا وحلا روحي خمرة وما انك دوري وخمرة دي إلهي نقراك وقوتل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى آخر الآية يسألونك عن الخمر قل فيه ما إثم كبير إيه آية دي كلمة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى آية ها سوكرم إلهي سبحانه وتعالى ذي الدرجة يسوى كلا مرمرتي خمرض وعكس تومر كما كان دوري خمرضي الكاسي قال لي سمر وحديث كان عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر وحكس تو وحمان كدورية خمر خمروي وحوالوي كل مسكر وحكس تو وحوال خمر حشيش ده وحكس تو نعيدون أنا وكل مسكر وحكس تو وحوالو مسكر أنا حرام حراموي ومن شرب قفك كعب الخمر خمره في الدنيا الدنيا كعب وما تكون فما تدمت وهو يسوي يد منها دائما يعبيا لم يشربها كما عبيا في الآخرة آخر خمرة آخرية دي تنا دون كنسكم مدمة وقت بين وهي ندان عدين لا ينسدي وكل دوين الحديث السابع والتسعون حديث كسلا الحديث السابع والتسعون حديث كسلا عشان يتضبط أنا من مسعود إن رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري قسم وحو قيبية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كذات يوم مال مال ما كم إذا قسم قيب حول غنائم حنين أي نبو قيبي فقال رجل النبا وحو يري إن هذه تنل قسمة قيب دوي ما أريد أن لولا جيدين بها قيبتها وجه الله عز وجل وجه قال الله لولا جيدين فذكر والوشيق ذلك أرنك هلك وركاس الوشيق للنبي صلى الله عليه وسلم منك وشيقين صحابك عبد الله بن مسعود أيها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الوشيق فحمر وجه النبي يا قدوتي فحمر وحا قدوتي وجهه نبي وجهه سيلا نبي عليه الصلاة والسلام وقدال لك حمانيو وهذا الكي قلال لك دهي أولي ليه هاي معناها وجه در إلهي ومونا قايبنين ثم قال مركز وانتاك قدال نبي وحوري ثم قال نبي وحوري رحمة الله على موسى نحريستي الله كوركيس موسى هات نبي الله موسى لقد والله أوذي والله دبي بأكثر وحكبضا من هذا كان أرغني وحكبضا ليري فصبر واصبر رواه البخاري ومسلم. حديث كان نبي عليه الصلاة والسلام عكوش يا صحابيه نبي غاز ولا غزوة حنين بها هذا مركم عنها غنائم وحنينة مركو قيبيين نبا وحو يري قسمة لو لم تجد إله وجه هذه الرسول قال لسالي المحاضر ملاد مركا هذه ما أنت هذه لو حاجته مركا وحاوي الدن لو مدي وقفك النصوص هذا قرن أيوه قفك وركيسي هذا الكيس وحاوي الدن لو مدي اعتبار ملا مركا سو مركا النبي ومركا وش يجي صحابي قن وعبد الله بن مسعود أيوه هنك وش يجي راوي حديث كم ورني مركا سو النبي وجهه قدوتي مركا سو الرسول قال وحو يري رحمة الله على موسى نبي الله موسى الله كان حريص كركيسات لقد وديده والله دبي بأكثر من هذا فصبر إلا العمارة سيد لبكي لوجي سينا إلى القرآن كم بدنا واقو كذا شيء نبي الله موسى عليه السلام هذا وقت وما هي النهدي وانقص عن حديث كل حاجة هذا إنه قابلنا الحديث الثامن والتسعون حديث كسديت يسقال الحديث الثامن والتسعون حديث كسقال شن يسديت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنس وحوري كنت وحانا أمشي متسعنا يا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عيسى وعليه النبي كركيسا وحات الرداء قصر نجراني ماشى النجراني اللي لا لون سبيي وبلد هل كان يمن إيه سعودي هذا مقعي وتاب نجراني معناه مقعي دي بوطن وعليه النبي كركيسا وحات الرداء قصر نجراني ونجراني
غليظ الحاشية فيده سوء أدقها غليظ كنا وشديد وي الحاشية وفيدها قوى السر فأدرك وحنا بقى سواها للعرابي نرر بادية فجذبه مركز كقبتي بردائه نبي قيس سر كقبتي جذبة قبشو شديدة أبد نظرت أن أركيب يرون أجي نظرت أن فيريون أجي إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم دينعي النبي لقنت دين عادي وقد أثرت بها يدور كسورنتي أثرت بمعنى صورت بها أي كسورنتي حاشية الرداء جوئي معناها في ديسي من شدة جذبته قوشدي أتكيد أكوقبتي ثم قال مركز سوكوها يوحكو نبي كويري يا محمد رسول الله ماله يا محمد بوري يا محمد مرئي أمر لي أنيقا مما لله مالك الله الذي مالك أسو عندك أكت الله مرضين وقوها يقول نبي عليه الصلاة والسلام فالتفت النبي وإيقي إليه ننكي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قام بالعسد وإيقي فالضحك مركز النبي قصلي ثم أمر وأمر له ننكي بعضاء سيم بأمر رواه البخاري ومسلم ألقنا الحديث كم عنده سينا سمر كي النبي عليه الصلاة والسلام دلقات كيسي جهالة يوحي كوها اللي أنه ندنك قلين بحديث كلاك قادن يا وفق الداعي هنا سلاس وكلا الله جربا وحكى سول وش سمر يدرغاد أباهي هاي تاسو مرك حديث كتير ما دام كنا ناس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أنا سعوري كنت وحنا أمشي متسع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عيسى وعليه كركيس نبي وحات الرداء قصر نجراني ماشى النجراني اللي يهلون نسبي غليظ الحاشية في ذها قاسنا وذقي هاي فأدركه حسو قال النبي أعرابي غير بادية فجذبه حقوق بتنك ربادية بالرداء يقيس السر جذبة قبو شديدة أدق بكو قبطي نظرت أن أعجون أركيب يري إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم لين عيل قنت النبي وقد أثرت يضي كسورنتي بها قبو شديد في ذي مرضى أي كسورنتي حاشية رسول الله صلى الله عليه وسلم في دي معنى وقد أثرت يضي كسورنتي بها حاشية معناها بها مرضي أما بها لقنتي حاشية الرداء قوي في ذهس من شدة جذبته قبشدي أتكيد أكو قب طيب ثم قال مركز يا محمد محمد مرئي أمر لي أنيقا مما لله مالك ألا الذي مالك أسو عندك أكتاد هذه فالتفت وإيقي إليه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك مركز النبي قصلي ثم أمر وأمر له أسأل بعطاء سين رواه البخاري ومسلم الحديث 99 حديث كالسقال يسقاشن عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أسامة حولي سمعته عن كمغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يسقوله يؤتى بالرجل يوم القيامة يؤتى وحلكين يا بالرجل ننبى لكين يا يوم القيامة مالين قيامة فيلقى وحلوطور والعياذ بالله في النار النارتا فتندلق أقتاب بطنه وحا صوب حيث صوت دادان ايسا من دي الرد علوشي سكجرة فتندلق وحاوي تخرج فتندلق وحا صوب حيث صوت دادان اقتاب بطني اقتاب كنوا من دي الرد اقتاب بطنه علوشي سم من دي الرد كجرة من دي الرد ايا صوت دادان فيدور بها مركز من دي الرد كو ريغيا كما يدور الحمار دامير كسيدو وقو ريغو بالرحا شيدنك damerka iyo awrka iyo sanziga marka lagu jeesiyo ugu wareego sidaas uu dhiradiisa ugu wareegaya wal ciyaad billah fayajtamiu ha ku soo ururay ilayhi ninka qofkaas ahlun nar ka ugu iman fayaquluna ahlun nar ba allah wuxuu yahay fulan oo malak war maxaa kugu dhacay alamta kum yaadan ahayn ta amru bil ma'ruf midki wanaagan amri adduunka marka la joogay watanha reebaya anil munkar xumaant sidaas way diinayaan isagoo mindhiradiisa ku dul wareegay mindhiradi فيقول حديث بلا هاوانها قد كنت وحنا آمر من أمر بالمعروف وانا قاندتك أمري جري ولا آتيه لكن وانا قلمي من جرين وأنها وحن كريب جري ضدك عن المنكر حمانتا وآتيه وانا اللي من جري حمانتا رواه البخاري ومسلم والعياذ بالله مركز ضدك دعاء دا يدقنين حديث كنو ياهي لما تقولون ما لا تفعلون إله القرآن كواكولها واتاسوا كلام مركز قفكو إنو إسكايلاليو وحو الشيغيو إنو نفتي سوغو هرماريو oo isagu marka daacigaasi ayaa laga raba kuntum khayru ummatun ukhrijna ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa inna nuqata wa inna dhumanti marka oo horeen dadka wanaagana adab rayso taa way marka ciyaad billah
هذا نقول عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أسامة وحولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبغى كما يقول لسه يسوله يوتى بالرجل إن بال ليما يوم القيامة ما لنت قيامة رقي يدمر وايسك مت فيلقى وحل غطوري في النار النار فتندلق وحا صوب حيث صوت دادا أقطاب بطنه من عرك علوشيس أقطاب هو جمع أمع وأنا من عرضه فيدور كو ريغيا بها من عرض قفكي كما يدور الحمار والدمير كسودي أقو ريغيا بالريحة شيدية مثل أورتو سنسيك أقو ريغيا كلا فيجتمعوا هاكو سوروري إليه إنك أهل النار أيكو سوروري فيقولون أهل النار باكله يا فلانو هبلو ما لك معاكو قدعي ألم تكون ميادة هنين تأمر ميادة مركب المعروف دادك وناك وتنهى الرهباء عن المنكر فيقول وحوري بلا نعم ها وانها كنت قد كنت وحنا أمر من أمر بالمعروف وناك ولا آتيه لكن وناك لم يمنشرين وأنها وحن ريبتري عن المنكر حمانتا ريبتري وآتيه حمانتا لم يمنشرين والعياذ بالله. حديث هنا قدام الحديث المتمم للمئة حديث بقول كده ما استري أنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أبا هريرة سمع وحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله يقول له إن عبدا أدون أصاب وحو أصيبي ذنبا ذنبي فقال أدون كبا وحوري يا ربي ربي قيو إني أنا وأدنبت وأن دنبابي ذنبا ذنبي فاغفره إضاف لي أني فقال ربه ربي قي أدون كاديه علم وحو قادي عبدي أدون كيغا أن له إنه وهذه ربا ربي يغفر إضاف الذنوب الذنبي يدا ويأخذ أقبت به ذنوبتها فغفر له إله الذنبي وأضافي ثم ما كثوه جوغي أدونكي ما شاء الله وانتو دونه ثم أصابه دانو حواسي بي دنبا آخر دنبي كله وربما قال وحلقيا بين يري ثم أذنبه ودنبا بي دنبا آخر دنبي كله فقال أدونكي دانو حوري يا ربي ربي غيو إني أريق أذنمت دنبا آخر دنبي كلان قلي فاغفره هو دنبي غير دافلي آنيق فقال ربه ربي غيبا وحوري الله ديه علم وحوق هذه عبد أدونكي أن له إنه هذا ربا ربي يغفره دافي أذنب دنبي ويأخذ به أقبان يدن بغاس فغفر له إلهي هدن وأضافي ثم مكث ما شاء الله انتو الله دونه أيها هدنات شوغي ثم أصاب دنبا آخر هدن الدنب كالو كدعي وربما قال وحلق يا بأين يري ثم أذنب ودنبابي دنبا آخر الدنب كالو فقال أدونك حول يا ربي ربي وإني أذنبت وأن دنبابي دنبا آخر الدنب كالو فاغفروا لي إضاف فقال رب ربي قبا وحجر علم عبد أدونك يوحوك هذا أن له إنه هذا رب يغفر أضافي الذنب ذنبك ويأخذ قبل به ذنبك مركز الله وحوري غفرت لعبدي أدون كيوان الذنب دافي فليعمل هالسمايو ما شاء وحو دون رواه البخاري ومسلم. حديث كم عكال ذا رجه أوه قفك كل ما ذنبابا مر والبطابة إنو اللي ما دعنا تسنى يا معنى هذا ما ذنبك إن ليس دير رجلنا يو لكن وحلقه ويحلقه قال حديثك إن ذنبك مر قفك دعا ومر والبطابة اللي ما دو وحكال حديثك لقى قال إن رحمة إلهي نحريس أدومد ونحريسنا يو dambiga ka dhacdu ka toobad keen ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dambi dhaafayo waxa laga qaadanaya sheekhu al-sheekh maxamed bin bahani wuxuu kitaabkiisa macnaheedu ku dhameeyay wuxuu ku soo bilaabay inama al-a'maal oo niyadi ahayd wuxuu ku dhameeyay dambi dhaafo hadiiska 100 wuxuu kaga dhigay dambi dhaafo ilaahay markuu weydiisanayna kitaabki markuu dambi macnaheedu dhameeyay inuu maaragta hadiiska ku soo gabagabeeyay taas laga qaadanaya مركا دان كعلن حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبو كمغل يقول سأوله إن عبدنا دون باسهاب كل عي ذنبا فقال أدون كي وحر يا ربي ربك وإن أدنبت وأن دنبابي ذنبا فاغفره إلا في لأنيك فقال رب ربك وحر علم وحر قد عبد عبدون كي أن له إنه هذا رب ربي يغفر رافع الذنب ذنبك ويأخذ قبن يبيه ذنبك فغفر له إله باو دافي ثم مكث واجور يا دون كي ما شاء الله انتو دونه ثم أصاب وحكود عي ذنبا آخر ذنبك وربما قال وحلا يا بينو يرتم أذنب ودم بابي ذنبا آخر ذنبي كله فقال أدون كحر يا ربي إني أنا أذنبت ذنبا آخر ذنبي كله أن كنت عيه فاغفره يناف لي أنيك فقال رب ربي كيبا وحر علم وقالي عبد أدون كيغا أن له إنه هذا ربا ربي يغفر ناف معنى ذنب ذنبك ويأخذ وقبا به ذنبك فغفر له إلهي باو نافي ثم ما كث ما شاء الله انتو دون هدنا جوغي ثم أصاب ذنبا آخر ذنبي كله كنت عيه وربما قال وحلا يا بينو يري ثم أذنب ودنبابي ذنبا آخر ذنبك له فقال وحر يا ربي إني أذنبت وأن دنبابي ذنبا آخر فاغفره ينف لي أنيك فقال رب وربي كيف وحر علم عبد أدونك وحر قادي أن له إنه وهذا ربا يغفر ودافع الذنب ذنبك ويأخذ قبن يبيه ذنبك غفرت وأن دافع الله وحر يغفرت وأن دافع لعبد أدونك فليعمل السمعي ما شاء هل كاس ونقول فليعمل السمعي ما شاء وحدونه كتاب كالكاس ونقول ما ذي أن مره كسو علينه حديث كسيدة سغاشن إيا الليحين كبب اللوني آن مركز سوء علينو
الحديث السادس وتسعون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وعكسته مارت مانك دوري وخمر وكل مسكر وعكسته الواشن حرام حرام وي ومن شرب الخمر قفي خمر عبا في الدنيا فمات دنت وهو يدمنها يسوى دائما ولم يشرب أكما عبيه في الآخرة آخره. الحديث السابع والتسعون حديث السقاشن يتضبه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله وحر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحر قيب ذات يوم من مال قسما قيب فقال رجل نبا وحر إن هذه تن لقسمة قيبة وي ما أريد لو لم يجد بها قيب انت وجه الله عز وجل وجه الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أرن كاسا نبي الله شاكي فحمر وحا قدوتي وجهه نبي وجه قيس عليه الصلاة والسلام ثم قال مركز النبي وحر رحمة الله الله نحرس على موسى نبي الله موسى كركي لقد أوذي والله نبي بأكثر وحكبضا من هذا التن فصبر وصبر رواه البخاري ومسلم. الحديث الثامن والتسعون حديثك سغاشن يستدل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت وحنا أمشي متسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عيسى وعليه النبي عيسى كركي النبي كركي سنوحات رداء قصر نجراني ماش النجراني اللي هلون اسبيدي غليظ الحاشية في ذهد وادقيه فأدركه حصوها للي عربي النرير بادية فجذبه وققبت بردائه النبي عيسى سر جذبة قبوشة شديدة أدق نظرت أن أجا إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنت النبي دين عيدا وقد أثرت يده كسورا بها قبشدي حاشية الرداء قئي في ديسي من شدة جذبته قبشدي أطيدا كقبطي. ثم قال وحرنك عرابي عيسى وقوها يا نبي يا محمد محمد أمر يا أمر لي أنك من مال الله مالك الله الذي مالك سوء عندك أكتاد هذه فالتفت وآجي إليه إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فضحك مركاسك قصلي ثم أمر وأمر له النبي بعطاء ثم أمر وأمر له إنك بعطاء سين. الحديث التاسع والتسعون حديث كسغالي سغاشن عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أسامة وحري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان كم غليس وليوتا وحلكين يا برجل إن يوم القيامة مال أنت يوم القيامة فيلقى والغطور في النار النار والعياذ بالله فتندلق وحصود دادنيسا أكتاب بطنه من عرك علوشيسا فيدور كوريغا بها من عرك كما يدور الحمار الدمير كسيدو وغوريغو بالرحاء شيدينك فيجتمع حقص وروري إليه إنك أهل النار أهل النار فيقولون أهل النار بحكو داها يا فلان ما لكم حقو قدعي ألم تكن بأذنه تأمر بالمعروف وناك بالأمر وتنهى عن المنكر حمان تنريب فيقول وحده بلا هاوانها قد كنت وحنا أمر من أمر بالمعروف وناك ولا آتيه وناك لما إمن شرين وأن هاوان ريب شري عن المنكر حمان وآتيه ولا إمن يجي. الحديث المتمم للمئة حديث بقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أبا هريرة سمع وكم غلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سوله إن عبدا أدنب أصاب أصيب ذنبا فقال وحر يا ربي ربي غيو إني أنا أذنبت وأن ذنبا بذنبا فاغفروا إلاف لي أنا فقال رب ربي غيبا وحر علم عبدي أدنك يوغادي أن له إنه لي ربا أدن ربا ربي أنا لاذا يغفروا إلاف الذنب ذنبك ويأخذ وقبت به ذنبك فغفر له إله وأضافه. ثم مكث ما شاء الله إلى أن أنت دون أيها الدنس شوغي ثم أصاب وحكو دعي ذنبا آخر ذنبك له وربما قال وحلو يا بايون جوري ثم أذنب وأذنب ذنبا آخر ذنبك له فقال أدونك حري يا ربي إني أنيغو أذنبت وأذنب ذنبا آخر فاغفره إلى فلي أنيغا فقال ربه ربي إبا وحري علم عبدي أدونك وحوغا ذي إن له إنو هذا ربا ربي يغفر ودافي الذنب ذنبك ويأخذ أقبن به فغفر له إله ودافي. ثم مكث واجوغي ما شاء الله أنت الله دون ثم أصاب ذنبا آخر ذنبك لو كدعي وربما قال وحل غيابا ثم أصاب إنه يري ثم ربما قال إنه يري ثم أصاب ذنبا آخر ذنبك لو كدعي فقال وحر يا ربي ربي أو إني أذنبت وأن ذنبا بذنبا آخر ذنبك فاغفروا إلى في اللي أني فقال رب وربي إبا وحر علم عبدي أدونك وحوغ هذه أن له إنه هذا ربا ربي يغفروا لا في الذنب ذنبك ويأخذ أقبني به ذنبك الله مركا وحر فغفرت وأن لا في العبدي أدونك فليعمل هالسمية ما شاء وحضونه رواه البخاري ومسلم. الكاس وكتابك سلاح المجتمع إنه قدم ماضي إلهي سبحانه وتعالى ونكم مهتسن إنه إنوك دمي بقولك اللباد يا حديث تعيدك وهو إنه صور دم ماضي إلهي وحمه ديسان إنه سبحانه وتعالى عمل كان خالص لوجه الله إنه قدقه إلهي سبحانه وتعالى أنا مارت عندك فأيسان جانا الدم بيوضع دافه بتاسان إلهي وديسان إنا إخلاص بان إلهي وديسان إنا إنا كنا قرنوا حديث سأسقفك برتي سوء قادينا وكنا قمال الرواء ونصوص وكنا قن هذه كلام مركواتها حديث قدام بينا
wuxuu la mid yahay aayadda ilaahay uu ilaahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illahi ina allaha yakfiru dunuuba jamiican. Taas ayuu ulu macnaha u yahay. Halkaas aan ku dul istaagi doonaa. Wajazaakum llahu xusan istimaacakum. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.